أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة كنا في الحديث السادس من احاديث هذا الباب حيث ان الكلب أن النسابه جاء الى المدينه يبحث عن الامام من ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فارشدوه الى عبد الله ابن الحسن المثنى فساله عن اسئله اخطا في الاجابه فيها فعلم أنه ليس بالإمام وهذا ما تلوناه في الحلقة الماضية وأما تتمت هذا الحديث أنه خرج من عند عبد الله ابن الحسن المثنى وجاء إلى مسجد رسول الله للتحقيق عن أعلم بني هاشم من أهل البيت فدخلت المسجد فنظرت الى جماعة من قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهم من اعلم هذا من اعلم اهل هذا البيت فقالوا عبد الله ابن الحسن فقلت قد اتيته فلم اجد عنده شيئا فرفع رجل من القوم راسه فقال ائت فربنا محمد عليه السلام يعني الامام الصادق فهو اعلم اهل هذا البيت فلامه بعض من كان بالحضره فقلت ان القوم انما منعهم من ارشادي اليه اول مره الحسد فقلت له ويحك اياه اردت يعني المره الثانيه عندما سال أرشدوه إلى عبد الله بن الحسن، فقال أنه، فقال إنه قد أتاه فلم يجد عنده شيئا من العلم، لأنه أخطأ في الإجابة. فأحد هؤلاء الذين كانوا في المسجد ذكر اسم الإمام الصادق ولاموه بعض من كان هناك معه. فالكلب إما كان قد سمع باسم الإمام الصادق. لكن لم يكن يعلم انه اعلم اهل هذا البيت او لم يكن قد سمع اسم الامام الصادق فجاء يسال عن الاعلم فلما راى ان احدهم ذكر اسم الامام الصادق والاخرون او بعض الاخرين لاموه علم ان هناك مشكله وحدث ان هؤلاء يحسدون الإمام الصادق لذلك لم يرشدوه إليه، على كل حال فمضيت حتى صرت إلى منزله فقرعت الباب فخرج غلام له فقال: ادخل يا أخا كلب، فوالله لقد أدهشني فدخلت وأنا مضطرب، غلام فتح الباب وقال: ادخل يا أخا كلب. طبعا بين قوسين نذكر أن العرب عندما ينسبون إنسان إلى قبيلة، يذكرون اسم جد القبيلة. يعني عندما تقول هاشمي، لماذا يقال لهم هاشمي؟ لأن جدهم هاشم، أو يقال أموي. لان جدهم اميه او يقال تيمي لان جدهم تيم يقال عدوي لان جدهم فلان وهكذا عندما ينسبون شخصا الى القبيله اما ينسبونه بياء النسبه او ينسبونه باضافه كلمه الاخ يا اخ العرب يعني شنو يعني عربي يون. يا أخا فارس يعني فارسي يون. يا أخا هاشم يعني هاشمي يون. ولذا نجد أن بني إسرائيل حينما شاهدوا مريم عليها السلام تحمل عيسى ماذا قالوا كما في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ذكر بعض المفسرين انها كانت من ذرية هارون شقيق موسى عليه السلام فلم يقولوا لها يا هارونيه وانما قالوا يا اخت هارون حسب دأبهم على كل حال هنا هذا الكلبي جده كان يسمى كلب والعرب كانت تسمي باسم الحيوانات ولحد الآن أيضا تسمي باسم الحيوانات يعني عندنا بعض الناس يسمون بأسد هذا الاسم لازال موجود مثلا العباس العباس يعني شنو يعني الأسد الغاضب هذا اسم من أسماء الأسد حيدر أو حيدرة اسم من اسماء الاسد. وكانت العرب تسمي ايضا باسم مختلف الحيوانات، مو فقط باسم الاسد. هسه الاسد مظهر للشجاعة والوقار والرزانة مثلا. له اسماء مختلفة: غضنفر، ليث، حيدرة مثلا. قسورة يسمون بهذه الاسامي. لكن سائر الحيوانات ايضا كانوا يسمون بها وما كانوا يستقبحون ذلك من جملة الأسامي التي هي أسماء للحيوانات لكن سمي بها الإنسان كلب هسه إحنا عدنا الكلب يعتبر شتيمة لكن عندهم لم يكن يعتبر شتيمة إحنا يعتبر عدنا شتيمة لأنه في الإسلام الكلب اعتبر نجساً وورد ذكره في القران مذمه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فالان يستعمل هذه الكلمه للشتيمه لكن عند العرب لم يكن كذلك واحد الاشخاص من كبار العرب اسمه كلاب وهو من اجداد رسول الله محمد صلى الله عليه واله قصي ابن كلاب وبنو كلاب عشيرة عربية معروفة ومنهم أم البنين سلام الله عليها. فلذلك هنا يقول له الغلام ادخل يا أخا كلب. يقول فوالله لقد أدهشني. لماذا أصيب بالدهشة؟ أنه هذا من وين يعرفني؟ أنا رجل غريب. دخلت المدينة ولم أعرف عن نفسي فكيف الغلام بالباب يعرفني فدخلت وأنا مضطرب في اضطراب من هذا الأمر ونظرت فإذا شيخ على مصلى بلا مرفقة ولا بردعة المرفقة ما يوضع عليه مرفق اليد مثلا يتكع عليها هذه تسمى مرفقة لأن المرفق يوضع عليه ارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هنا نهايه الذراع فما يتكع عليه يسمى مرفقه وبردع فرش رايت شيخ يعني رجل كبير في السن على مصلى بلا مرفقه ولا بردع يعني على الارض فابتداني بعد ان سلمت عليه يعني سلمت عليه جاوبني فقال لي من انت فقلت في نفسي يا سبحان الله غلامه يقول لي بالباب ادخل يا أخا كلب ويسألني المولى من أنت طبعا هو ما التفت إلى أنه الإمام لماذا سأله عن اسمه لأن الإمام كان يريد يبتدئ ببيان الأنساب مو يقول له من انت؟ يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان، فالإمام يقول له انه في هذا النسب يوجد خطأ قد أخطأت. ويذكر له في الأنساب أمور هو لا يعرفها. لأنه أنت عندما واحد في مجال تخصصه تسأله أسئلة يجاوبك. إذا واحد أعلم منه في ذلك المجال يسأل أسئلة هذا يلتفت إلى أن ذاك أعلم منه لأن مجال تخصصه إذا طبيب بروفيسور في الطب يسأل طبيب آخر أسئلة طبية ذاك الطبيب الآخر يلتفت إلى أن هذا البروفيسور أعلم منه لأن هذا في مجال تخصصه أما أنت تجيب طبيب تسأل عن مسائل الهندسة هذا ما يتبين له انك اعلم لانه مو في مجال تخصصه يقول زين هذا عنده تخصص يعرف ما يرتبط بالهندسه وانا عندي مجال تخصص اخر اعرف في مجالي هسه اذا ما عرفت اجوبه المسائل الهندسيه وهو يعرفها هذا مو دليل على انه اعلم مني ذاك تخصصه وانا تخصص شيء اخر لكن اهل التخصص اذا سالته من تخصصه يتبين الى انه انت اعلم منه او لست باعلم منه فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام اولا اراه ايه حيث ان الغلام بين معرفته بعشيره الكلبي ثم بعد ذلك الامام ساله عن نسبه ليبين له الخطا في ذلك ثم ساله اسئله اخرى ايضا ترتبط بعلم الأنساب ولم يكن الكلبي يعلمها مع أنه النسابة فقال لي من أنت فقلت يا سبحان الله هنا المنادى محذوف يعني يا قوم سبحوا الله سبحانا فبكثرة الاستعمال وللتخفيف حذفت كلمة القوم لمعلوميتها وهذا في كثير من اللغات يمكن في كل اللغات هذه الحالة موجودة، الأشياء اللي يكثر استعمالها يخففون فيها. يا قوم سبحوا الله سبحانا، عندما تقول سبحان الله شنو هاي سبحانه؟ سبحان مصدر بمعنى التنزيه أصل الجملة هكذا سبحوا الله سبحانا يعني نزه الله تنزيها بعد ذلك لكثرة الاستعمال حذف الفعل سبحوا حذف أضيف المصدر إلى اسم الجلالة سبحان الله وهذه الكلمة كلمة سبحان الله تستعمل في التعجب عادة يعني عندما واحد يتعجب يفوه بهذه الكلمة يعني أنزه الله سبحانه وتعالى تنزيها في هذا الموقف الذي أتعجب منه، فقلت في نفسي: يا سبحان الله غلامه يقول لي بالباب ادخل يا أخا كلب، ويسألني المولى من أنت؟ فقلت له: أنا الكلبي النساب، نسابه صيغة مبالغة العالم بالأنساب. مو فقط عالم، العلامة في الأنساب. فضرب بيده على جبهته. الإنسان أحيانا كلمة أو قضية يذكرها بلسانه، لكن أحيانا الأمر يحتاج إلى الإشارة. إحنا الآن في كلامنا نستعمل أيضا لسان الإشارة. لأن الإنسان بأذنه يسمع وبعينه يرى، فانت توصل الفكره باللسان وبالاشاره، فيستمع الى الكلام ويرى بالعين، فهذا يركز المطلب في ذهنه اكثر. الامام اراد التشنيع عليه لانه ادعى ادعاء كبيرا جدا. من الذي يعلم بالأس... بالانساب الواقعيه الله سبحانه وتعالى ماكو غير الله سبحانه وتعالى يعلم بالانساب الواقعيه واذا أكون السابة ان النسابه يعلمون بالانساب الظاهريه يعني زيد تزوج بهند فاولدها زين النسابه يقول انه هذا ابن إيه زيد لان زيد تزوج بهند فانجبت هذا النسب في الظاهر ومن قال ان زيد والد هذا الطفل لعل هند مثلا امراه غير مستقيمه غير سليمه لا نعلم بذلك انت الان جيب نساب يذكر لك نسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان, ابن فلان. زين هذا نسب ظاهري والشرع قره الشرع ماذا يقول الولد للفراش هذا قانون شرعي ليش لان الواقع لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن ان تدعي علمك بالانساب الواقعيه هذا ادعاء كبير هذا ادعيت شيئا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نعم تقول اعلم بانساب ظاهريه الآن يصير في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، رجل يتزوج امرأة لها من زوجها السابق طفلاً أو طفلة، يربي هذا الطفل أو هذه الطفلة في بيته، ولا يذكر للناس أن هذا ولد بالتبني، مع أن الشرع يقول: وما جعل أدعياءكم أبناءكم يعني هذا الطفل يكبر ولا يعرف إلا أبا رباه ما يدري أنه هذا مو والد الواقعي وإنما هو والد هو زوج أمه وبعد ذلك هذا الوالد يموت الوالدة تموت هذا الطفل الناس يتصورون أنه هو ابن فلان وهو ليس ابن فلان إحنا في الظاهر علينا قواعد شرعية الشارع شنو يقول؟ يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني إذا مرأة متزوجة والعياذ بالله بغت ثم ولدت هذا الولد ينسب إلى زوج الأم ولا ينسب إلى البغي الولد للفراش ذاك العاهر شنو تعطي له ما تعطي له الولد تعطي له حجر قل روح شيل ذلك الحجر ذاك الحجر ابنك لكن هذا قانون ظاهري يمكن واقعا أن نطفئ إن عقدت من هذا البغي لكن الشارع جعل هذا هو القانون الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا شيء والشيء الآخر أنه في الانتساب إلى القبائل إلى العشائر الى الاسر الشرع الى قانون وهو قانون ايضا العقلاء لهم الشهره في بلده الاصلي يعني فلان يجي الان يقول انا من قريش او انا من بني هاشم او انا من بني كعب او اني مثلا من بني مره او اني من بني حكيم او اي عشيره اخرى مثلا من أين نعلم أنه هذا من هذه العشيرة؟ نشوف هذا من يا بلد، مثلاً يقال أن هذا من مدينة البصرة، من المنطقة الفلانية في البصرة، نروح نشوف بين أهل تلك المنطقة مشهور أن هذا من العشيرة الفلانية، عشيرة هاشمية مثلاً من السادة، أو عشيرة من سائر العشائر الكرام، هذا يثبت نسبه. الآن أنت تروح للسادة الآن منتشرون السادة في أقصاع الأرض من شرق الأرض إلى غربها إنا أعطيناك الكوثر زين هذا بينه وبين الإمام علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما ورسول الله ثلاثين واسطة خمسة وثلاثين واسطة أربعين واسطة منو قال هذا السيد شهرته في بلده الأصلي تشوف في هاي المنطقة بين الناس مشتهر أن ذوله سادة هذا يكفي في إثبات نسبه وإذا عدهم شجرة موثقة مو شجرة مزورة شجرة موثقة قد بعض علماء الأنساب يعرفون صحة هذه المشجرات فعلى كل حال هذا الرجل قال انا كالكلبي النساب فالامام فضرب بيده على جبهته وقال كذب العادلون بالله العادلون اما من العدول الصرف يعني اي يعدلون من الله الى غيره واما من المساوات العادلون يعني ساووا غير الله بالله النسب الحقيقي لا يعلمه إلا الله فكيف تدعي علمك بالنسب الحقيقي كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا الضلال البعيد يعني الضلال الذي لا يرجى الرجوع فيه مثل واحد يبتعد عن الطريق الأصلي كلما ابتعد عن الطريق الأصلي يكون ابتعاده كثير هذا الضلال وتضييع الطريق يكون بعيد وخسروا خسرانا مبينا. السؤال الأول نسألك أنت تعرف النسب؟ هناك عرب بادو العرب البائدة مثل عاد وثمود الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى شنو أنسابهم؟ أنت تروح إلى النسابة الذين هم خريتوا هذا الفن يقولون ما ندري زين أنت الكلب تقول أنا نسابة شنو نسبهم قال ما أدري هذا السؤال الأول يا أخا كلب إن الله عز وجل يقول وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أفتنسبها أنت عاد وثمود من العرب ثمود نبيهم كان صالح عليه السلام وعاد نبيهم كان هود عليه السلام شو نسبهم؟ قال ما أدري أصحاب الرس من غير العرب أصحاب الرس يقال أن هذا النهر الذي يقع بين إيران وبين أزربيجان هذا يسمى أرس أو الرس كان هناك قوم يعبدون الأشجار والأصنام وذكرت الروايات قصتهم وقد ورد اسمهم في القرآن شنو نسبهم؟ تعرف؟ لا القرون التي بينهما شنو نسبهم؟ ما تدري أفتنسبها أنت؟ قلت لا جعلت فداك زين سؤال آخر، فقال لي: أفتنسب نفسك؟ اذكر أنت شنو نسبك؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عادة إلى كم واسطة الناس يعرفون، لكن عندما تكثر الوسائط، ويبعد الزمان، يحصل الخطأ، إلا إذا كانوا قد سجلوا ذلك. وسابقا العرب لم تكن تسجل كانوا يعتمدون على الحافظة ولذا عدنا الآن في حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا بلغتم إلى عدنان فأمسكوا عدنان من أجداد الرسول صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وصعد هكذا بعد عده آباء يوصل الى عدنان بين عدنان واسماعيل شنو هي الوسائط ما ندريها بعض من السابق ذكروا لكن هذا ما ذكروه تخمين ظن لا يبتني على اسس صحيحه ولذا فإذا بلغتم إلى عدنان فأمسكوا حسب هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جل أنت كلبي النسابة اذكر فلان من فلان من فلان من فلان, فلان ذكر ذكر إلى أن وصل إلى مكان أخطأ فيه فقلت نعم أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى ارتفعت يعني ذكرت أجدادي العاليين فقال لي قف ليس حيث, حيث, حيث تذهب لا هنا أخطأت هذا السؤال الثاني أخطأ فيه السؤال الثالث قال ويحك أتدري من فلان ابن فلان تعرفه فقلت نعم فلان ابن فلان أعرف إيه هذا من العشيرة الفلانية مثلا من الجماعة الفلانية الإمام قال لا هذا جد لم يكن ابن أبيه وانما امه خانت اباه قال ان فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان الراعي الكردي الجاد مو ابن ابوه ابن الراعي الكردي انما كان فلان الراعي الكردي على جبل ال فلان هسه هنا الاسامي ما مذكوره سترا على ذلك الشخص هو ما له ذنب جدته قد خانت لكن اذا تذكر اسمه وهذا اهانه الى توهين الى والشرع الاقدس نهى عن ذلك لانه خلى القانون الولد للفراش اما العلم بحقائق الامور هذه ما ترتبط بكم لا تتدخلون بها الإمام الصادق إنما ذكر هنا لكي يهدي الكلب أن لأنه كان ضالا فحينما التقى بالإمام اهتدى الغرض كان هدايته مو الغرض كان التشهير بالناس لذا في مجلس خاص الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تنبيها له إنما كان فلان الراعي الكردي على جبل آل فلان آل فلان اللي هذا الشخص ينتسب إليهم لم يكن من العرب ذلك الراعي فنزل إلى فلان امرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليه فأطعمها شيئا وغشيها زنا بها فولدت فلانا جد هذا الشخص فهذا الشخص مو من نسب العرب أصلا لكن ينتسب إلى العرب وفلان ابن فلانة من فلانة وفلان ابن فلان هذا إما سؤال رابع أو تتمت الكلام ثم قال أتعرف هذه الأسامي تعرفها فقلت لا والله جعلت في ذاك فإن رأيت أن تكف عن هذا فعلت يعني أرجوك أنه لا تذكر بعد هالأمور لأن فيها بعض المثالب والفضائح مع أنه هو الكلبي كان يعرف كثيرا من المثالب والفضائح وله كتاب في هذا الجانب لكن وصل إلى مقدار ما تحمله فالإمام قال فقال إنما قلت فقلت أنا ما أريد أشهر بالناس عندك لكن أنت ذكرت أنك نسابة أنا أريد أبين لك أنت تعرف الظاهر ما تعرف الواقع إنما قلت فقلت فقلت إني لا أعود قال لا نعود إذن إحنا كلامنا كان جواب لكلامك إذا أنت ما تذكر ذلك الكلام خلاص إحنا ما نعود واسأل عما جئت له في هذا الحديث بيان أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له العلم بما كان وأن أهل الاختصاص اللي هو الكلبي لا يبلغ علمه إلا مقدار من الظاهر، وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله محمدا صلى الله عليه واله بجميع أحكام الشريعة أولا، ثم بجميع الأخبار مما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه واله اخبر امير المؤمنين عليا عليه السلام بذلك ومنه انتقل الى الائمه فلهم باذن الله علم الشريعه كاملا وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه باذن الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا الادله على ذلك من كتب الفريقين فيما مضى فهنا عرف الكلبي أن أعلم أهل هذا البيت إنما هو الإمام الصادق فسأله عن الأسئلة الثلاث أو الأربع التي كان قد سألها عبد الله ابن الحسن وأخطأ في جوابها سألها عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام أجابه بالإجابات الصحيحة المستنبطة من القرآن الكريم هذا ما سنبينه في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين